اقول لك على حاجه يا دينا، بصراحه النوادي كمان لازم مع الاتحادات، بس النوادي لازم يكون عندها خطط اعداد البطل الاولمبي. وانا لو هتكلم عن النادي الاهلي، وانا مش بتكلم هنا علشان احنا بننتمي النادي الاهلي، يعني بقول لحضراتكم وده واقع بقاله فتره طويله، وكابتن محمود الخطيب تحدث عن النقطه دي، فكره اعداد البطل الاولمبي، وذكر كذا حد من عندنا وذكر اسم هنا جوده، وقال لك انا عايز ولاد النادي بتوعي في الرياضات المختلفه، كانش بس كره القدم خالص، ان احنا يعني نجهزهم للاولمبياد دايما. ففكره هنا النوادي اللي لازم تشتغل على ده، وفكره بعد كده الاتحادات ان هي تستلمهم وتجهزهم كمان ماديا بالشكل المطلوب، هو ده اللي هيجيب النتيجه المرجوه، يعني عشان برضو الكلام يبقى صح متسيستم او الرؤيه تبقى واضحه. اللي نهاوند بتحكي لك عليه ده دينا هو اللي ابتدى يؤتي ثماره مؤخرا وابتدى يسمع. بالظبط كانت بتتكلم من شويه نهاوند على ايه؟ على مجموعه وقعدت تقول لنا في اسماء ابناء وبنات النادي الاهلي بصفه خاصه منورين قوي في البعثه دي، من ضمن الناس اللي عاملين انجازات محترمه، ففعلا الموضوع ده في منتهى الاهميه. هو في اساسا يعني احنا دايما الانديه الشعبيه في انديه في العاب مش موجوده فيها اصلا، يعني في العاب فرديه مش موجوده اساسا، يعني مش هقول اسماء طبعا، بس في انديه شعبيه انت ممكن انت لو عملت فرع للعبه دي يعني هتطلع لنا نجوم كبار جدا زي هنا جوده او زي مصطفى عسل في الاسكواش. في النادي الاهلي يمكن اللعبه مش اولمبيه، بس مصطفى بطل كبير يعني في وقت صغير جدا ما شاء الله ابتدى يطلع للمركز الثالث، وان شاء الله يعني نتمنى ان هو يطلع في صداره التصنيف العالمي للسكواش. فعندك لاعب هتهتم بيه، هتعمله معسكرات وتدريبات كويسه وتعده كويس كانديه زي ما نهوان كانت بتقول، هتطلع للمنتخبات طبعا بشكل كويس. كمان وزاره الرياضه مؤخرا عامله مشروع البطل الاولمبي او مشروع البطل القومي، اللي هو بيطلع المفروض ان هو بيروح المحافظات عشان يشوف مين موهوب في ايه. بالزبط. في التايكوندو والاسكواش والقرى والاماكن المغموره والاماكن المحدوده. بالظبط، فدي هتفرق جدا ان شاء الله مع المنتخبات في المستقبل.